سادة العلماء والأساتذة الباحثين، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم جهدكم وحضوركم أيها الطلبة والطالبات. إذا ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى المداخلة الموالية للأستاذ النذير بولمعالي من جامعة يحيى فارس الجزائر. والأستاذ بولمعالي هو من جامعة المدية، مدير مختبر اللغة وفن التواصل، كذلك مدير مسؤول يعني نشر لمجلة التواصلية، هي مجلة محكمة، ثم أيضا عضو المجلس العلمي لكلية الآداب واللغات، عضو المجلس العلمي لجامعة المدية، عضو مجلس إدارة جامعة المدية. له مؤلفات من بينها حق الحياة وسبل حمايتي حمايته في الإسلام والنظم الوضعية، كذلك جرائم الفساد وأثرها على النشاط الإداري، حماية الأقليات بين الإسلام والقانون الدولي العام. فجزا الله خير الأستاذ على حضوره معنا من الجزائر الشقيقة، وكلمته بإذن الله عز وجل بعد المقاصد في الفكر الإصلاحي عند الإمام عبد الكريم المغيلي، فله الكلمة مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأ ذي بدء، فأنا جد سعيد بوجودي بين ظهرانيكم في هذه المدينة العاملة بكم، داعي الله عز وجل أن يتقبل منكم هذه المجهودات وأن تكلل أعمالكم بالنجاح. مجرد أن اطلعت على فكرة الملتقى هذا أو المؤتمر تذكرت هذا الرجل الإمام عبد الكريم المغيلي رحمة الله عليه، فقلت قد نكرمه ببحث لننفض بعض الغبار عن بعض علماء هذه المنطقة وهذه الجهة. وعندما أقول هذه المنطقة والجهة هو المغرب الإسلامي امتدادا إلى الأندلس. وقد تفضل علينا أخونا نبيل بدقيقتين فسأخذهما عنوة لأكمل كلمتي. فقدمت لهذا البحث لأن هذا القرن الثامن الهجري، التاسع الهجري، عرف ظهور مجموعة من النوابغ منهم هذا الرجل، وكانت هناك عدة حواضر ومنها حاضرة مازونة، ونتكلم عن حاضرة العلمية خاصة. وهذا البحث قسمته إلى مبحثين، المبحث الأول من مطالب المعروفة، حياته وشيوخه، من تتلمذ على يديه، بعض مآثر هذا الرجل من مؤلفات وهي كثيرة جدا. والمبحث الثاني خصصته للب الموضوع، وهو لب الموضوع اللي هو البعد المقاصدي، وأنا من خلال قراءتي لبعض مؤلفاته، وأدعي أنني قرأتها كلها أو كلها يعني بعضها القليل الذي قرأته، وجدت أن هذا الرجل كان يؤسس أو يرمي إلى أمر ما. أنا فهمت على أنه أراد أن يعطينا نظرية في الفكر الإصلاحي، فعنونت بحثي البعد المقاصدي في الفكر الإصلاحي عند الإمام عبد الكريم المغيلي رحمة الله عليه. فهذا الرجل هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم المغيلي التلمساني التواتي المالكي، هكذا ينسب، ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فهو صاحب نسب شريف. قبيلته هي قبيلة مغيلة، يقال أن ما زال من بعض امتداداتها هنا عندكم بسالة الرباط، قريبا من الرباط. وهذا يدفعني إلى الحديث عن العلاقة التي بين غرب الجزائر وشرق المملكة المغربية.
وهو من قبائل مغيلة، هي قبيلة أمازيغية، فهو أمازيغي الأصل وليس عربيا. ولد على أرجح الأقوال، اختلفوا في مولده، ولكن نرجح أنه ولد في سنة 831 للهجرة. عاش حياته من الشمال من تلمسان حتى إلى توات، إلى نسميها في نواحي أضرار، في ولاية أضرار بالجزائر. وطبعا كان لتنقله، كان لأسباب، تنقل إلى الجنوب لأسباب سنذكرها في طيات هذه الورقة. عاش حياته داعية مصلحا مفكرا إن صح التعبير، قوله مجاهدا بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد. فهذا الرجل كان يعني دائما ناصحا، ولم يمنحه هذا العمل الذي كان يؤلف به الشخصية، شخصية المسلم، أن يؤلف أكثر من 50 مؤلفا كما أحصاها أحد الباحثين في الجزائر. توفي هذا الرجل رحمة الله عليه سنة 909. طبعا أنا أحاول أن أعطي زبدة الكلام، والورقة موجودة لدى إدارة المؤتمر بإمكان الإخوة الاطلاع عليها، وهي فقط 21 صفحة. طبعا من كل لما نتكلم عن السيرة الذاتية لشخص لابد أن نتحدث عن من درس ومن تتلمذ على يديه. فهذا الرجل يعني هذه العبقرية التي حظي بها لم تكن هكذا مصادفة، وإنما كانت انطلاقا من طبيعة التكوين الذي تلقاه، سواء في التكوين من حيث المكان فكان متنقلا، وأيضا من حيث الشخصيات التي اعتمدها أو يعني اعتمدها في تعليمه وفي تنشئته. فقد ترعرع ونهل من جميع العلوم، من التصوف إلى الفقه إلى علوم اللغة المختلفة، وقد برز فيها كثيرا. من بين هؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ على يديهم من الأقربين إليه الشيخ موسى بن يحيى بن عيسى المغيلي المازوني، وتحدثنا عن حاضرة مازونة كما ذكرنا، وهو قاضي قضاة تلك المدينة آنذاك مازون. أيضا تتلمذ على يد شيخ مغيلة محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاد، وأيضا أخذ الكثير من كتب الفقه المالكي كالرسالة ومختصر خليل وابن حاجب عن ثلة من العلماء. أخذ الحديث أيضا عن الإمام رحمة الله عليه سعيد المقري، وعلوم اللغة أيضا عن الإمام يحيى ابن إيدير، وكان مربيه هو أبو العباس الوغليسي رحمة الله عليهم جميعا. طبعا رحل الرجل من أقصى الغرب الجزائري إلى ناحية بلاد القبائل الصغرى التي نسميها في الجزائر، إلى مدينة بجاية، وهذه بجاية أيضا كانت حاضرة من حواضر العلمية، وتلقى هناك مبادئ التصوف على الكثير من علمائها، ولعل أبرزهم الإمام الثعالبي رحمة الله عليه. فتنوع هذه الشخصيات التي كانت بارزة في حياته جعلته أن يكون أو نراه الفقيه يراه فقيها، ونراه حافظا، والأصول يرى هذا الرجل أصوليا، وصاحب حديث محدثا ومحققا كبيرا وناقدا ومؤلفا، قلنا للرجال ومؤلفا للكتب. هذا ما يوصلنا إلى الحديث عن بعض التلاميذ الذين تتلمذوا على يديه. على سبيل المثال نذكر الإمام المنشاريسي رحمة الله عليه، ومحمد بن عبد الجبار التشديدي، هؤلاء، والعاقب الأنصمي، هؤلاء ممن برزوا من تلامذته بعده رحمة الله عليه. هذا يوصلنا قلنا إلى مجموعة من العناوين التي ألفها في حوث، لاحظوا أن هذه كثيرة جدا، أحصاها وهي من مشورة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر سنة 2011، قدمها عبد القادر الرباحي في كتابه الموسم الإمام المغيلي عصره وحياته، أحصى أكثر من 57 مؤلفا بين موجود ومغمور. ولعل ما
هو بارز في مؤلفاته ما كان معتمداً أو يهتم بالسياسة الشرعية خاصة والمنطق كذلك. من هذه الكتب مثلاً نجد البدر المنير في علوم التفسير، نجد أيضاً الفتح المبين في شرح القرآن الكريم وهو أيضاً في التفسير، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، أيضاً المفروض في علم الفروض، منهج الوهاب في رد الفكر إلى الصواب، شرح على بيوع الآجال بن الحاجب، مقدمة في العربية، مفتاح النظر في علم الحديث. إذن ألف في الكثير من الكتب حتى يصل إلى ما يلزم أهل الذمة، تحدث أيضاً عن أهل الذمة، تكلم أيضاً في موضوع مختصر سماه مختصر فيما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام. طبعاً هذه مؤلفات قلنا أحصاها أحدهم إلى 57 مؤلفاً، يعني بين موجود ومغمور، ولعلها قد نجدها في يوم من الأيام في بعض الزوايا وإن نوجد المخطوطات قد نجد هذه بعض المخطوطات الضائعة بحولها. طبعاً الرجل ألف وتوفي رحمة الله عليه، ولكن بقيت آثاره، فاشتغل عليه الكثير أيضاً من الباحثين، اشتغل عليه الكثير من الباحثين في العديد من الدول، لعلها أولها الجزائر والمغرب هنا أيضاً ومالي وتشاد، كثير من هذه المناطق التي كان له حضورا فيها وتأثيرا في أبنائها آنذاك، ووجود بعض مخطوطاته في هذه كمدينة تومبوكتو ومدينة غاو ومدينة مكة الصغيرة تيمنا بمكة بيت الله الحرام، فألف حوله الكثير من هؤلاء التلاميذ، من هؤلاء العلماء ألفوا حوله كتبا يذكرون مآثره وحياته العلمية وما كان تفكيره وما إلى ذلك. من الوقت أربع دقائق. الله أكبر. هذه دعوة إلى طلبتنا الآن في مسلك دراسات الإسلامية للبحث في آثار هذا الرجل وهو من الصناديق. أذهب مباشرة إلى المبحث الثاني وهو قلنا الأساس، وسأحاول أن أعطيه نقاط هكذا. في المبحث الثاني عنوته بالبعد المقاصدي في نظرية المغيل الإصلاحية، أنا سميتها نظرية من خلال تتبع لي مجموعة من الكتب التي قرأتها، ولا أدعي أني قرأت أكثريتها أو كلها. وتتلخص هذه في مطلبين، المطلب الأول أنه كان داعية ليس داعية عادية، وإلا فلا أذكره، وكان داعية ولكن دعوته كانت فيها نوع من الثورة، كان ثائرا وكان رائدا في هذه المنطقة للإصلاح خاصة في غرب إفريقيا. المطلب الثاني وهو أيضا مهم، نقاط من خلال قراءة بعض كتب المغيلي نجد هناك نقاط أساسية نستطيع أن نستشف منها أنه يدعو إلى أو يؤسس لنظرية، ولعل هذه النقاط الأربعة، أنا لخصها في أربعة نقاط، يذكر أولا وجوب إقامة سلطة سياسية للمسلمين، هذه أول نقطة يركز عليها، أنه يجب أن تقام سلطة سياسية، وأقصد هنا سياسية للمسلمين. ثم يذكرنا في النقطة الثانية في هذه النظرية ضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية، ضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية، ويذكرنا في النقطة الثالثة في هذه النظرية حماية المواطنين، فلا يرى وجود نظام سياسي إسلامي لا يستطيع أن يحمي أفراد أمته، وهذه الأفراد الأمة ينظر إليهم على أنهم من المواطنين ككل، يعني يبعد يذهب في حديثه إلى أبعد من المواطن المسلم، وهو يقصد هنا أهل الذمة أيضا يدخلهم في حسابات. ولذلك إحنا عندنا لما نقول، البعض أحيانا سألني هل يمكن للذمي أن يأخذ الجنسية الإسلامية؟ إشكالية قد تكون من نوازل، فكيف يمكننا أن نتصور؟ ففرقنا بين جنسية الدولة المسلمة والجنسية الإسلامية، فالذمي يمكننا أن نعطيه جنسية الدولة الإسلامية أو الدولة المسلمة، ولكن المسلم له الجنسية الإسلامية. فالألف هنا
أهل اللغة العربية هنا موجودين، أعطتنا زيادة في البناء، بناء الكلمة، فأعطتنا زيادة في إيه؟ في المعنى. ثم يرى أن هذا النظام السياسي الذي يقوم في النقطة الرابعة التي يراها في هذه النظرية، يرى أنه يجب الحفاظ على هيبة الدولة. أولا أن تكون لهذه الدولة المسلمة هيبة، ويجب أن تحافظ على هذه الهيبة، وطرد مجموعة من النقاط التي بها نحافظ على هيبة الدولة المسلمة. إن سمح لي سيدي أذكرها بإيجاز. أولا قال لك استكمال بناء هيبة الدولة المسلمة وتحققها، يرى أنه لا بد من أجهزة تنفيذية لذلك. أجهزة تنفيذية لذلك، يرى جهاز استشاري من العلماء والعقلاء وهو رقم واحد، ثم يرى جهاز مالي، وأيضا جهاز إداري داخلي، ثم يرى جهاز اتصالي وبريدي هكذا يسميه، ثم جهاز قضائي، ثم جهاز الاحتساب ويفصله عن القضاء مستقل، جهاز الشرطة، جهاز جبائي، وهنا يذكر بين قوسين جباية الزكاة، ثم جهاز حربي وجهادي يقوم على عليه رجال من أولي الخبرة العسكرية. طبعا وصل أو خلصت في هذا البحث إلى مجموعة من التوصيات والنتائج، هي حوالي 10، لعل أذكر منها واحد أو اثنين فقط لأهميتها. أن الإمام هذا رحمة الله عليه كان ربانيا ولا يخاف في الله لومة لائم، ولو كان الوقت يسمح لذكرنا بعض الخطب وبعض النصائح التي كان يوليها إلى بعض الأمراء كأمير إمارة سانغاي وغيرها، لا تعجبنا كيف كان يتحدث معهم بكل هذه القوة، لأنه كان أحسبه كذلك والله حسبه رحمة الله عليه أنه كان ربانيا. أيضا رغم تشدده من النتائج، رغم تشدده في فكره، ولم يكفر أحدا من أهل القبلة، وهذه مهمة جدا. أن تكون متشددا في بعض الأحكام فلك ذلك، ولكن أن تكفر من خلال تشددك تكفر المسلمين وتضعهم في خانة حمراء، فهذا ما لم يفعله هذا الرجل رحمة الله عليه. هدف الرجل هذا كان يريد قراءة النصوص لإعادة بعث هذه الأمة، هذه فكرته الأساسية. إن أطلت فأرجو العفو والسماح على بعد هذه المسافة من الجزائر إلى المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.